كلهم ضالمين، كلهم يعاملونا معاملة سيئة. انا في الدار اخواني يهدونا، وفي العزبة مخلينا قاري للوسايات. انا مدالي عيوني سايبلين في المدرسة الا اسمع النزرة، بس اصحابي يهدونا يشيلون حجية عادي واقفين عشان انهم يستقبلون بي. لا بعد ما معك دحين خير ان شاء الله. شوف معشي له عدا فيوزين معك. فيوزين وقح وانت ماشي لك قطع غيار. على من انت؟ علي في المراية. قصدك اللي يشبهنا جي؟ دير لا تشبهه ولا يشبهك. لا يشبهنا ولا يشبهك. خلوه مالك منه سيب. هات تفضل. وين معك؟ وين معي؟ نحن اصلا غلطانين سكننا واحد كماك بله في العزبة عندنا. طيب وبغيت وين من البله ذي؟ قلت لي وابغيت بالبله ذي. سمعنا. بغيتك تروح البقالة، عرفت البقالة عندنا؟ شفت كيف تروح لعنده تقول له اثنين زبادي. ولا تروح لهنا ولا هنا بسرعة قدك عندي. تتأخر العباد، والله تتأخر. بفحصك فحصة. يلا. وش اللي برايي معك؟ يلا، تعال بسرعة. هقوم يا مسمك. هالتنين زبادي ولا بيفحصونك؟ الله يرحم أيامهم. شوف الناس، شوف الهمة، شوف الواحد يتحمل له كيس رز وسبتي من واهودي من القوت. القوت زين يأكلون تمر، يأكلون خبز، كله في الديار، وإضافة إلى الصيد، همة وقوة ونشاط وحيوية. ما هو دحين أمراض وشغلات بسبب المأكولات اللي نأكلها، رز وندرواء وشغلات حركات. الله الله. وشوف الضياء غلطان، والله غلطان، لأن إيش در العباد إنه الزبادي اللي يابو فترة الصلاحية انتهت. ما داري مسكين، المفروض صاحب البقالة عارف متى تروح وعارف متى بتنتهي. لا لا، المفروض ما عاد يبيعه. ضياء ما هو غلطان، لأن صاحب البقالة ده بغاه يستفيد، ما بغاه يخسر شيء. وبعدين أنت تعرف إن نحن ما عاد نتعامل معه. طيب تخيل لو ضياء كلوا الزبادي وما شاف التاريخ، وكم أشياء نحن نأكلها نشترها من عنده وهي فاسدة. هم سايب الأشياء اللي هي مطروحة بالشمس. عاد تتكلم حق الشمس دي، شفتها نشوفها بعيني، نعبر الظهر في عز الشمس نحصل فوق الدكة تحت البقالة كرتون بيض ومعلبات ومشروبات غازية. وعاد حق السجن. البفك والكروفو والبطاطس معلقة بالباب. ما بس الله تشرب وتغيب فوقها. والسلع كلها اللي ناكلها معلبة فوقها مواد حافظة، ما بالك لو انتهت هذا المواد الحافظة انتهت مدتها. وهي هذه، هي هذه شوفها اللي تساعد على انتشار الأمراض الخبيثة. لكن نحن شوف، نحن السبب، والله نحن السبب، لأن نحن لو اشترنا شيء وشفناه غلقت مدته ريعنا نخبله عنده ونالمسك حقك انتهت. والله هو بغيتنا نلقيبها ناكلها ولا نعطيها الغنم. غنم المفروض نحن نبلغ بو منشان يوقفونه عند حده. ايه عم ناصر، نقول لك ضياء والثاني يجيبلو زبادي من البقالة، ويبقي الزبادي ونسي يقل في الزبادي، قال لي بترجعه عندنا منتي كده، ووافع لا صنخ ولا شريحة فيه ولا طعم ولا شيء عادي، ويقول لك إنه قال لي قم بترجعه، وقال لي وقال لي ماشي منه. يا ولدي يا ولدي، العباد كل شيء ولو شيء. نحن مصيبتنا لما نشتري حاجة ما نشوف فترة الصلاحية حقها. يا عمو ناصر، وما أدرى العباد بفترة الانتهاء،
إذا كان هو ذات نفس منتهي الصلاحية. أوه يا درويش نعم أنت صلاحية ها؟ طيب أنت تعال شوف سمع قصايده كلها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستماع الآجمي. يا عيالي يا عيالي أنتم مشكلتكم دائما لما تتكلمون في موضوع لازم تتناقفون زي الدياك. نا عنا ديك زين هتليدي ديك الملعفس. أنا ديك الملعفس؟ إذا كان أنا ديك الملعفس فأنت ديك منتف. يا درويش يا درويش أنت ليه تتعامل مع العباد بشكل ده؟ لأنه لا يستوعب كلامنا حتى لو فتينا كلامنا له فتيتا. يا درويش يا ولدي أنت لما بتكلم شخص ها لازم تكلمه بالقدر اللي يفهمه. لا تقطب قلبك معه يا عم ناصر أو سوف يفقع مرارتك. معليش العباس صاحبي ونا ويا بنسد. شوف قل له ذي قل له شوف الناس اللي تفهم يا دل ملعفز ملتف قال لك. والله فكونا منه والله بمسك دروسه وبدعدعهم كله بلا دروس بخليه يأكل عصيد. أنت المفروض يا ضياء نحولك عزبة الدحاميل لأنهم لقوا في الصالة حلبة. عندكم أمور أنتم بسهالة والله وربي عندكم أمور بسهالة. أنا لما وصيت عبد الله يجيب زبادي مع صاحب البقالة. عبد الله من؟ العباد حقنا. ها راحنا مع صاحب البقالة قال له بوت زبادي أعطاه زبادي يلا عندي نشوف الزبادي منتهي. قلت له رجع له. راح العباد مسكين نهار العباد رجع العباد لعندي مسكين لعندي. ايوه وبعدين ايش حصل؟ خريت له رحت حصلت ولده قلت له بقول لكم تعال 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 ما تشوف الزبادي له؟ قال وابو وحار. قال وقت؟ قال وابو وحار. قال بقى الحق كذا وحار الزبادي بنتي شافنا حار قلت بس الزقر. قال لا 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 ابوي لا لا ابوي لا ابوي 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 انتوا لما تجيبون الزبادي وترصونه ما تشوفوه الدرخ انتله ما تشوفونه ما تشوفونه لا شو الكلام هذا اللي نقول لك ابوك بلان. هذا كلام كنت نقول له قبل قليل لسعيد واقل نقول له الواحد لو اشترى حايه من صاحب البقاله يقوم يردها بالرضا بالهدئ المفروض انه باللغبه ويكون عبره لغيره. وان باللغبه نبش الحقي لا نبش الحقي لا ضيا نعرف ايش حقي اقعد باللغبه. هي هذه مشكلتك هي هذه مشكلتك. هذا لو معه ما انفار كذا والله رد يا حد والله اليوم كلهم وهم يتهدون. هل لك بقول لك الله عاد حد من اخوانك هو كذا كمان سعد الله سعد الله يقول لك دي اخر العنقود اخر العنقود قال لك اوله. طيب يا قهران اي المفروض يحولوا نسمه. ايوه ما يسمونه ضياء لا لا بسباس 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 بتحصل حق من يدك اسمه شنطه. حد من يداتك اسمه شطه. والله انكم باردين وربي العظيم انتوا يا باردين باردين وبالذات انت يا سعد الله بارد بارد والله بارد من كثر البرودة بدنا نهرب والله. اخر العنقود. قولك ماشي مقطوع اني اقول لك تاريخ الانتهاء والإصلاح في أعلى العلبة. ماشي فيها أقول لك ماشي في أعلى العلبة. ماشي ماشي أقول لك في أعلى العلبة. قولك ماشي أقول لك في أعلى العلبة. خاف والله خاف والله وراكم دحين ورمتم لن نغرم يا عمو ناصر. تحدون على واه ها وانت تحدون على واه قولون يلا على صلاحية العلبة. صلاحية العلبة صلاحية العلبة الصلاحية احيانا تي فوق العلبة واحيانا تي تحت العلبة
واحيانا تجي في الجنب حق العلبه. طيب كيف يعرفون انه بينتي؟ اللي سووهم يعرفون. طيب حتى لو لو لو, لو مثلا هو زين لكنه مثلا في طعمه خام ولا راد. يا ولدي اصلا هذا فيها مواد حافظه، فيها مواد حافظه ولها فتره محدده وتنتهي. طيب وين المواد الحافظه دي؟ لا هذا لن يفهم حتى بالشرح او بالطبل، لن يفهم لن يفهم. وش دخلك انت هنا؟ ما نفهم ولا ما نفهم؟ تصدق هذا يا عم ناصر اللي درسوا معاه كلهم موظفين ومدرى عموم، ودي يا لثري لما الحين ما هو موظف. أتسمع يا عم ناصر ماذا يقول هذا الغبي؟ انت لازم لما تتكلم مع شخص لازم تكلمه على قدر فهمه. وانت وش دخلك بين البصلة وقشرتها اصلا؟ انا استاهل اني دخلت بين البصلة وقشرتها وما نالني منها إلا ريحتها. عم ناصر والبصلة دي وقشرتها؟ انت البصلة وانت قشرتها. درويش كمدري ولا ليش؟ وين بس انت من؟ ماذا تريد؟ شوار بس كان احلى شوي شوي. على ماذا تبحث؟ عباد وين تلقي؟ ماشي هنا ولا هنا برضه كنا فنا نبحث على صلاحية حقه حق الانتهاء. قلت لك يا عم ناصر انه ابدع بلا صلاحية يطلع. هذه الدنيا كتاب انت فيها فجر، هذه الدنيا عيون انت فيها النور. وين الريموت؟ هو البرنامج الحين بيجيك يا العباد. العباد استيوار حقه معروف ده. يا عم ناصر، عم ناصر خلي عباد يجيك، اذا ما جا شوفه بعطينا وسله بعد من واحد، بعد من واحد اذا ما جا بروح بسحبه. العباد وابغيت قيمتنا. قلت لي وابغيت يا اخي، دورت للريموت ما حصلته هنا، شفت اشوف فوق الميز، يا ريت تجيبه. بكيف حسنه بتقوم لي والريموت ما بغيت تقوم له صح؟ خل اللعي حقك بس هاته يا اخي، الريموت نحسك مستقيل عليك دي. يعني ما بتجيب شيء يا ضياء؟ بتخلي البصره حقك ولا لا؟ يا عم ناصر ما كلمته قلت له هات الريموت وبس. يا اخي هم هو ملزوم يجيب لك شي ريموت، ان بغيت الريموت قم له. يعني حتى انت يا عم ناصر برضه ضدي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. درويش درويش، ان درويش الذي تنادي عليه قد يكون مشغولا او مربوشا او خارج العتبه في الوقت الراهن، عليك بخدمه نفسك بنفسك. توت توت توت. سمعت عم ناصر يقولوا وبي فحسنا لانك بدون شخصيه. لماذا لا يقول سوف ابحثك ايها الدرويش؟ الا انك تافه. مالك ماله العباد، مالك وماله، نحن عارفين من هو التافه. نقول لك هات الريموت تتخبالي لعم ناصر. ايه شوف هذا ما وقعت له، هذا ما وقعت له ولدك وانت مسؤول عنه. طيب هو اللي بيخرب على الحمام، له بيجلس له في الصاله، والله ما نخليه يدوقه، بيجلس لك في الصاله. انا الحمام شو له لك؟ وان هذا خالي شغل حقك معك البوذي تحت له معك. ها يا ما بتخب الحور الجدار ده كقول ما شاء الله ما شاء الله. بعدين اسمع يا ضياء، اسمع، العنزه دي حقك لقها على اللي برا، عدين اللي يفحصونك. انت من النوع الذي يفتحس؟ تمر دي تمر تمر، بخليك تعده تعدوا على أيام. طيب طيب العباد، أما أنت يا درويش مرحبا في لقان قادم بإذن الله، بوريك كيف. خلاص خلاص الحين ارتاح، هددته ونوابط لقيبي. هنا ايه وابط لقيبي. أنت المدرس اللي بنتخبى وراه.
قاعد تشوفوها دحين. ها ها سعد اسمع يا اخي. ها انت واحد من المجموعه والامر شورى بيننا، لكن اللي قوم دخمه هي قوم. ايش الموضوع؟ الموضوع واحده دبه غاز في العزبه، مو هو صح، مفروض تكون في احتياط واحده ثانيه. كلامك صح يا سعد الله، وانا معك بهذا المقطع. طيب تمام خلاص، بغينا واحده ثانيه لقيك. طيب خلاص شوف الدبه كم سعرها واقسمها علينا سته. قلت خبرت. طيب وقالوا لي ب 28 الف مع الغاز. خلاص توكل على الله واقسمها بيننا نحن السته. وقلت قسمتها بتطلع من 4500 على الواحد. أيوة. وعادوا بيتمي الف خلونا بتحمله. لا 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 يا سعد الله، الالف هذا يقسمها بيني وبينك تمام، وهم خليهم يدفعوا من خمسة من 4500 ونحن انا وانت من 5000. بس لو قلنا الدلاق دفعوا من 4500 بينفطون. ايش ينفطون؟ قال ينفطون 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 على واه عزبه وفيها دبه واحده وبعدين غلقت نتحنب فيها وعاد تجي في وقت ما في غاز. ما دحينا والله لما هو فك علينا صاحب المطعم اعطانا احنا واحده من عنده، ولا يمكن اليوم نتغدى حنظل. عم ناصر، عم ناصر. يا العباد. وابغيت بغيت الحمام. قوم الحمام يا ولدي. وين يجيبوا لك الماء هنا؟ لو بتجيبه بيبقى خير. دحين اللي هو ذا الكلام قيمتنا. بغيت أفن الحمام. طيب قوم الحمام يا ولدي. أصلا ضياء بيبحثنا، يا سكيد عند الحمام. ضياء يا العباد، ضياء بيقع قدنين في غرفته. بالله عليك قوم تأكل. لا حول ولا قوة. أنا جبته بنفسي، جبته لنفسي. لا حول ولا قوة. قال لك تأكد بس تأكد. طيب طيب يا العباد طيب. قم قم. قم يا العباد. ضياء ما حد في الصالة. قم. قم يلا. قم خارين احنا. دحين نقوم ما نقوم. كأنه دحين طمنا عم ناصر. هذا عم ناصر نظره ضعيف، يكون ذا قاعد في الصالة ذي النوعية ما يشتاق في الغدرة. واد الحمام قلت لك اليوم نبى بيت في الصالة، ما بتحرك طول يا انا يا انت. فرفارة يا سعد الله، فرفارة. ده يا البطران دي مالك منه؟ انا لما قالوا لي بالقصة كرهته وكرهت اهله. شمتيها. ولا قابو. ولا قابو شمتيها. شلتيها. هذا فرفارة بغاله ثلاثك مضيه يهدونه ويكسرونه ويلفونه في كرتونه ويرسلونه لأهله. والله ولقوا مسكين شل استريقل ويحدف بو شنطيحة في عينه. يا أخوانه بيهدون فيه. يا ضياء. أيوة. بغينا منك 4500. حقوها بنشتر دبة غاز جديدة. وبكم هي الدبة؟ ب28000. وقسمناها على ستة من 4500. وبيزيد ألف نو سعيد بنقسمها. خلاص قسموها على خمسة. كيف؟ كيف كيف كيف؟ ليه؟ أنت ما بتدفع؟ أنا أول واحد بدفع وكاش. إلا من اللي ما بيدفع؟ في واحد سادس بيروح ضحية حمام. واه عري. وعدو بيورم بيشبع ورم. والله شغلة بوت. وين؟ والله معي حراسة. زين زين وين حراسة؟ على الحمام. ليه بيشرد الحمام؟ لأنه العباد اليوم بنحرمه الحمام، ما عاد بيشوفه ولا بيدخله. سلام.
دبغى له ثلاثة كما فرفيرة يهدون فيه. فرفارة فرفارة أوه فرفيرة. طيب طيب العباد بوريك العباد إن كان دخلت الحمام مرحبا. يا عم ناصر شفنا نايم في الصالة وانت خير الى الفجر انتبه تضحكنا والله تعن كلبي انتبه شفنا نايم ونا الريال مضلل. ايه 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 ده انت من صدق ما بغيت يدخل الحمام العباد؟ ايوه نعم والليه ولقى هذا كسر عمري وصلته يبرك يسمونه الريموت رفض يا والواد كله كلو هذا كله من شاننا لو كلمته في شيء وقلت له مرحبا لو قلت له ألف يقول لي باء لو قلت له تاء يقول لي ثاء اسمع الكلام ليه يشتغل عندك هو وبعدين قدكم أنتم ملقينه قاري وصاح كل من بغى شيء قال يا العباد تعال شل دي يا العباد حط ذاك يا العباد غسل دي يا العباد بنروح ذاك والله يا العباد بنروح ذاك نقول لك اليوم يا لسلو في المكان ده ما بتحرك طول ابدا لو حتى واقع لعله يجيلك الاسهام ويخليك باشاج الحمام ما يوقف طول اسمعته اوف 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 وهذا حلبه والحين عشو والبحر باقي كله صيت مكري ولا اوف 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 ده البحر تعشينا لفوق المخبز ها اكدنا تعشينا لفوق المخبز لكن دي رايحة رايحة ما يحفون المخبز ده العباد درويش يا العباد درويش درويش ماذا بك يا عم ناصر درويش حد منكم لقى شيء ولا شيء ما هذا من اين تنبعثوا هذا الرائحة الكريهة عم ناصر هل كلت ميت يعني انا ما انا غلطان يعني ما انا غلطان الرائحة موجودة ولا لا قد يكون العباد كتفحصوا العباد عباد دحين بالله عليكم واحد يمنعك ما تدخل الحمام ماشي معك حل الا شي طرحه في الكبد وشو عطول خلفي الا كده الشغله سعيد يا ابوي تحمحم ايش مشكلة سعيد بالله افتحها سعيد سعيد وبعدين نحن والحمحمة سعيد سعيد خوك بطنه افتح بارك الله فيك افتح نعرفك يا بتدخل الحمام انت اللي بيخرجك نقول لك مصيري تنطوي مصيري تتقطب سعيد افتح ابوي بيقتلنا بالحمحام ده سعيد بتفتح ولا لا؟ طيب 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 وطيب بتفتح ولا بقعربوا الباب بدخل لعندك؟ لا 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 تقعر الباب ولا شيء يلا طيب. بسرعة طيب على طول يا ابو يا ابو يا ابو سعيد سعيد انت خري ولا بدخل بعدين لخريتنا انت دخل بسرعة 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 اوه